تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، جرى حفل تكريم قوة الواجب 13 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد بدأ الاحتفال بعزف سلام القائد، ثم قام سمو قائد الحرس الملكي بتفقد طابور العرض. بعدها ألقى سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كلمة بهذه المناسبة. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، الضيوف الكرام، الأخوة الضباط وضباط صف وأفراد قواتنا الباسلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي سمو قائد الحرس الملكي، نتشرف في هذا اليوم المبارك بتفضل سموكم بتكريم هذه النخبة قوة الواجب 13 ومنحهم الأوسمة التي يستحقون، والذين عادوا مأكرم بعد أن شاركوا مع أشقائهم في القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإماراتية دفاعاً عن ديننا الإسلامي الحنيف ومقدساتنا وعن أرضنا وعروبتنا ونصرتنا لأشقائنا في اليمن، حيث قاموا بتسليم راية المجد راية البحرين الخفاق المرفوعة في ميادين الرجولة والعزة والشرف لإخوانهم في قوة الواجب 14 المتواجدة على كافة جبهات القتال في مناطق الواجب حاليا. سيدي، تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وتعليمات سموكم، فقد قمت بزيارة ميدانية لقطاعاتنا المرابطة في محافظة حضرموت بمدينة المكلا وعلى كافة النقاط والمواقع في أرض اليمن الشريف لنقل تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة لهم ولتفقد أحوالهم والوقوف على آخر مجريات العمليات مع قيادة قوة التحالف العربي. سيدي، لقد حملوني رجال قواتنا المسلحة المرابطين في ساحات المعارك أمانة نقل تحياتهم وخالص أمنياتهم لسيدي حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى عز الله بنصره، وقد كانت قلوبهم مليئة بالعزيمة والإصرار والتحدي معاهدين الله وجلالته بأنهم سيبقون الجنود الأوفياء المخلصين للدين ولجلالته. ومن ثم تشرف المشاركون بالسلام على سمو قائد الحرس الملكي ومصافحته، حيث قام سموه بمنح أوسمة الواجب العسكري على الضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب 13 من الحرس الملكي ووحدات قوة دفاع البحرين لمشاركتهم مع أشقائهم في قوات التحالف العربي المتواجدين على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وفي العمق اليمني ضمن قوات التحالف العربي دفاعا عن الدين والعروبة ونصرة للأشقاء، حيث أثنى سموه على المشاركين وبما يتمتعون به من روح قتالية وبطولية، مؤكدا سموه على الجهود الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي تقوم بها قوات التحالف العربي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من أجل دحر الأعداء وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.